منذ تلك اللحظات عام 2005 بدأ العرض الذي في نهايته انتهى اللبنان الذي عرفناه إلى غير رجعة. رحيل أمين لحود حاجة اقتصادية ومالية. هلا التغيير وهمية ما عتقدر تعمل معنا شيء. نعم أنا عم بنسحب من الجلسة انسجاما مع الموقف. ما كنت عارف إنه لا ما معي حلوة الأولى ما نجي. هذا الاعتصام انوجد من أجل أن ترحل الحكومة غير شرعية. هل طرف له جفن بسبب الاعتصامات؟ أبدا ولا بفكر فيها. معالي الشيخ محمد بن جاسم الجبراني شاهد على هذا الاتفاق الوزارية العربية. لا رئيس للجمهورية، لا انتخابات نيابية، ومجلس وزراء لا يعلن الحرب ولا يعلن السلم ولا يبادل ولا يحرر. المعارك تتنقل من جبل محسن إلى باب التباني، إلى عكار، إلى صيدا، إلى بيروت، إلى عرسال وغيرها. أهي الحرب الأهلية تعود من جديد؟ للنائب فريد الخازن كتاب بعنوان تفكك أوصال الدولة، يتحدث فيه عن سنوات ما قبل الحرب الأهلية عام 75. سألناه عن أوصال الدولة اليوم مقارنة بتلك التي كتب عنها. دولة لبنان ما قبل الحرب أول شيء كان في دولة بالحد الأدنى، كانت الدولة عندها هيبة، وكان في مركزية على مستوى القرار السياسي والعمل السياسي بلبنان. اليوم لبنان بعده دولة ضعيفة، لكن ساحة الحرب بالمنطقة عطيت لبنان بعض المناعة أو بعض الفرصة. لا يرى الخازن أن لبنان على شفير حرب أهلية، والسبب محض صدفة. السلم الأهلي بلبنان أنا برأيي موجود أو باقي بشكل أو بأخر عن طريق الصدفة، يعني قبل 75 بمؤسساتها بحركتها السياسية أو المؤسسات كانت أفضل من اليوم، بس لا الدولة يلي كانت أفضل من اليوم قدرت حمية لبنان بال 75، ولا الدولة اليوم هي حامية لبنان. أما الشهداء فلماذا يموت الشهداء في بلد لا يقدر على الحرب إنشاء ولا على السلم إنساء؟ جاد غصن، قناة الجديد.